نهضروا الاخوان على دوزيام بارتي، الخدمه بالسلعه، سيتادير بان المقاول يجيب السلعه بلوس لا مان دوفر، كيكون المقاول متفرغ 100% للبروجي ديالو، يعني خاص السلعه هو يجيبها، يعني كيدير ان اتود دو بري من الاول قبل ما تبدا الخدمه باش يعرف لا مان دوفر والسلعه بشحال باش غادي يطيحوا عليه. ان شاء الله في هاد لا بارتي دوزيام بارتي غادي نناقش المزايا والعيوب ديال هاد لو تيب تاع لي كونطرا. فهاد لو تيب تاع لي كونطرا ما بين متر دوفراج والانتربريز، خاص متر دوفراج يانسيستي على لونتربريز تكون سلعة دين بون كاليتي، دين بون كاليتي. إلا كان من المستطاع تاع المتر دوفراج يدير ليها لي سيف لابوراتوار. من الالتزامات أو واجب على متر دوفراج تجاه لونتربريز خصو يعطيه التوت لي بابي متعلقين باك شونتي لي بلون الرخصة مانيفورد، ويعطي المقاول الحدود ديال الارض ولي بورن جيستيفي، يعني يتكتب ان بي في من طرف توبوغراف. وحاجه اخرى اللي مهمه خصو يديرها متر دوفراج هو التعاون، التعاون مع المقاول مع الجهات المختصه، على سبيل المثال البلديات، البلديه كل مره على وروتور هاكا يشمو ريحة السيما كيتكبو عليك كاملين. وحاجة مهمة في لي كرون شونتيي خاص الإنسان يدير بانو تاع لي طرافو. بانو أشنو فيه؟ السمية ديال لونتربريز، السمية ديال المتر دوفراج، النوع تاع الخدمة، ديلي باش تالا عطيتهم الرخصة يديرو فيريفيكاسيون، يشوفوا الوراق واش مأسورتيين مع لي دوني اللي كاينين في الطابلو باش يمشيو هما يديروا التحاليل. في حالات الا كانت ماشي مشكل يحبسوا لك الشانطي، وهاد يكونوا تما مشاكل ديالاش ديال استغلال الملك العام، ويكون تما مشاكل ديال النصب والاحتيال. نتمنى هاد النقطه تاخذ بعين الاعتبار. وخاص المتر دوفراج الاخوان يتعاقد في حالات الى كان دي زونتربريز، شركه تاع البرومبري، الشركه ديال الكابس، الشركه ديال تريسيانت، خصهم يتعاقد معاهم بكري. في حاله الى تعاقد معاهم يكون تنسيق ما بين هاد الشركات مع المقاول باش يعرفوا لا كادونس تاع لي طرافو. في حاله الى شد المقاول غروزوفر و سكوندوفر لي دو. والحاجة المهمة اللي ما غاديش يرحمك فيها حتى واحد هي دفع المستحقات. داكشي اللي درتي مع بنادم، مثلا عندك ان بيدجي 10 مليون، بدي تقسمو على جوج دو ترونش، داكشي علاش اتفقتو انت وياه، تروا ترونش علاش داكشي علاش اتفقتو انت وياه. وان شاء الله ما حتناش بنا هاد الهضره تاع الدفعات، نوريكم كيفاش يمكن تأدي لي ترونش ديال الفلوس لونتربريز على حساب النوايا ديال لونتربريز والخدمه ديالو كيفاش غادا. كانت مزيانه كاينين لي زاستوس ديالها، كانت خايبه كاينين لي زاستوس ديالها باش انت ما تصيدش. كاينين الناس كتخلصهم كيشوفوا بان لي طرافو باقيين قلال ولا كثار، وكيزيدوا في حالاتهم كيسمحوا في داكشي كامل. ملي كتعيط عاوتاني لونتربريز اخرى تخدم لك لي طرافو ما تعقلش عليك، يعني لقات الخدمه ما كاملاش دونك انت اللي تصيدتي. ان شاء الله غادي نهضر على هذا الموضوع في فيديو اخر ان شاء الله.
دابا الاخوان نهضروا على التزامات ديال المقاول او العطاش او لونتربريز. من اهم الحوايج خص يديرهم المقاول او العطاش لانستالاسيون تاع الشونتي. لانستالاسيون الشونتي اون فونكسيون ديال الشونتي قداش هو، الا كان كبير غادي دير لانستالاسيون ديال لاغري، لانستالاسيون لو بوطابل، لانستالاسيون تاع الكتريسيتي، يحط ان بيرو ديال رينيو، يحط بلاصه فاش يصليو الناس، لي تواليت يحط بلاصه فاش ستوكاج ديال لي ماتيريو لي ماتيريال، وعندك اهم حاجه العساس اللي غادي يحضي لينا هذاك لونتوراج كامل، ونديرو واحد الكلوتور يعني سياج حول المشروع ديالنا باش الشفاره ما يدخلوش ليه. في حالة إذا تحصل تما عندك الحق تصيفطو للحبس تو سامبلوم. العقد ديال المتر دوفراج بينو وبين المقاول خصو يكون بيان ديطاي، يعني ما ينسى غرام. على سبيل المثال في حالة لفوي اون بلان ماس، يعني اون بلان ماس تدير بأن لاكاف فوي اون ريغول اون ترونشي اون بوي اون بيو، يعني لي تيب دي فوي هادو، في حالة الا درنا لهم ديبلي ديبلي سيتادير بان غادي نحفرو، كاينين ملي كنحفرو واحد النسبة ديال داك التراب كنرجعوه، الا كنرجعوه سيتادير رومبلي. خصنا نشوفو بان واش داك التراب اللي غادي نرومبليو بيه واش مزيان ولا لا، هذا كونترا هذا ارتيكل واش مزيان ولا لا. في حالة الا كان مزيان لا كنرومبليو به، في حالة الا ما كانش مزيان كيتشارجا وكيتخوى في الكريانات على برا. والحاجة المهمة الاخوان اللي كيتغافلوا عليها الناس، واخا عارف بان هذا الفيديو طويل ولكن الاستفادة فيها يعني اللون تيرم، الكومباكتاج ديال الرومبلي خاصو يكون باركوش 30 سنتيم 25 30 سنتيم 25. كانوا الفلوس كدير بريمير كوش كدير اسي عليها دو كومباكتاج، دوزيام كوش دو كومباكتاج، تروازيام كوش وانت غادي تال لو نيفو ديال اش ديال لونغرين باش نعرفو حنايا لا ريزيستونس تاع لو كوش تاع الرومبلي. كاين اس سي ديال الرومبلي ديال كومباكتاج كيدار باش ما تهبطش لينا الدار مع المده. وهذا الكونترا ما بين متر دوفراج والانتربريز ممكن على حساب جيب ديال متر دوفراج، ممكن يشرط عليه ليزولاسيون تاع لي فونداسيون، ممكن يشرط عليه اعمال ديال النيتواياج ديال لازون كامله او كور دي ترافو. ديما النقا ديال الشونتي خصو يكون ما يفرط فيه الانسان، يعني الشونتي هو الوجه ديال لونتربريز، هو الوجه ديال التكنيسيان، هو الوجه ديال المتر دوفراج، هو الوجه ديال شاف شونتي. خصو توجو يكون نقي، تحلك البرا في الشونتي تعرف فين تحت. في حالة الا شديتي بالسلعة ولا لونتربريز شادة بالسلعة ستدير بأن متر دوفراج ما مساليش. اوكي، خاص الانسان في حالة لا كادونس تاع لي ترافو يعيط لمتر دوفراج يفيريفي معاه. هاد النوع ديال لي كونطرا الخدمة بالسلعة كيشرط ملشي على الشركة حوايج مهمة. أول حاجة كيقول لك لا كاليتي السلعة ما يعقلش عليك، كيقول لك الطريقة ديال الخدمة ديالك، والبلانش خصو يكون نقي، والخدامة خصهم الجيلي ديالهم ولا سيكوريتي ديالهم باش تكون خدمة اوفيسيال.
هاد النوع تاع لي كونطرا الاخوان ممكن الكليان يانسيستي عليك بليزيوغ شوز، على سبيل المثال الجودة ولا النوع ديال الحديد باش غادي تخدم لي فونداسيون. على سبيل المثال كاينين الناس كيخدموا الجريرج يعني لي زامورس بوطو بتي 6، كاينين لي متر دوفراج كيانسيستيو عليك تخدم بالتي 8، والتي 8 هو باش كيتخدم دابا، تي 6 في لي فونداسيون يعني مديباسينو الناس. من بين الاشياء اللي كيانسيستي عليك بلوز او موان متر دوفراج عندك لي طونشيتي. لي طونشيتي كما عرفناها في الفيديو السابق الاخوان خاصها تكون دو كوش، بريمير كوش كيكون خفيف، دوزيام كوش كيكون ثقيل. وممكن يانسيستي عليك المده الزمنيه ما بين بريمير كوش وديزيام كوش، وممكن يقول لك بان هو كرا ان انجينيور ولا لابوراتوار ولا كونترول يفيريفي لك لي ترافو ديال لي فونداسيون اكزاكتومون. ممكن الاخوان متر دوفراج يانسيستي عليك منين تجيب السلعه افيك كاليتي، وهذا الشيء كامل اللي قلت لكم بالنسبه منين انسيستي عليك متر دوفراج منين تجيب السلعه قبل ما تشد العربون. خاصك تعرف المواصفات ولو بري بشاك ماتيريو، وفي حالات الى تزاد لابوراتواري داليهم لي زيسي خاصك تزيد تمن شويه. بالنسبه لي انا الاخوان هاد العقد ديال تشد بوفراج ولا شي خدمه بسلعه مزيانه ليا في اي جانب. الجانب الاول الخدمه كنركز فيها 100%، السبب بان لي ماتيريو كنحضرهم براسي وفي الوقت المناسب، يعني كنجري توت لي طرافو. الميتر دو فراج مره كيكون تما باش يفيريفي. ثاني حاجه لا رابيديتي في لي طرافو، في حاله اذا كان حاكمين عليا بالديلي، الديلي ديال شاد خدمه بسلعه لا ديفيرون على الديلي شاد خدمه بلا سلعه. الا شاد الخدمه بلا سلعه الديلي كيكون طويل على حساب لي كونترانت اللي كيكونوا ولا الشوك اللي كيكون ما بين العطاش ولا المقاول مع الميتر دوفاج. بار كونتر الا شاد بسلعه كتسربي والديلي كيكون قصير، يعني كتفرغ وكتكون انت هو البيلوت ديال داك لوفراج. واخا الاخوان نذكروا الايجابيات تنعياو، ولكن ضروري ما نذكر السلبيات، حيت اش الا ذكرنا السلبيات كلشي غادي يكون على حذر. من بين السلبيات اللي كيكونوا في هاد لو تيب ديال لي كونطرا ما كاين غير سلبي، كاينين لي زونتربريز الله يهديهم ما كيحضرش الميتر دوفراج، يعني كيطيروا الخدمه في اقل وقت، ولكن بالنسبه لا كاليتي توسكي اونتيري من لاطير ربي لي عالم بها. واحد المشكل كيكون كيجيبو الميتر دوفراج لونتربريز شاده بالسلعه وكتابليكي داكشي اللي عندها في البلان، لا كونسيبسيون البيوت الصالون السال دو بان لي كويزين لا هول بافيك دي ديمونسيون لي عندو في البلان مقادي. كيجي الميتر دوفراج كيبروبوزي عليك لا موديفيكاسيون. منين كدير لا موديفيكاسيون؟ سيتادير بان البلانين و لوردونونسمون ديال لي طرافو لي درتي في الاول هادي يخسر ليك. نصيحه الى انسيستي عليك الميتر دوفراج الموديفيكاسيون، خاص لا موديفيكاسيون تتحيد داكشي اللي درتي معاه، تتحيد داكشي اللي درتي معاه في الخلاص وفي الخدمه وفي الكتابه، داكشي اللي كتبتي انت وياه. لا موديفيكاسيون كتكون هي لافان. كان شي كونتراند كاينين لي موديفيكاسيون فين كيكونوا عامه؟ كيكونوا في الضوايات. مثلا انسان شاري بقع مثلا 80 متر والضوايات دات ليه 12 متر، دونك فاش غادي يسكن داك السيد كيبروبوزي علينا الميتر دوفراج تنقص
ديك الطوايه، مترو مترو من كلتا الجانبين، باش يزيدها اما الدش ويزيدها الكوزينه باش حتى البيوت يوسعو. هكاك علاش الناس شنو كيديروا؟ كيدوروا الصندوق، كيلوحوا لي بوطو سونترال يعني اللي كاينين في الوسط، وكيلوحوا الضاله ريد شوسي بريمير ايتاج دوزيام ايتاج في لفه عاد كيفرقوا. علاش؟ كيكون تما دي موديفيكاسيون. بغيت نانسيستي على هاد الموديفيكاسيون الاخوان، خاص الانسان متر دوفراج يعلم بها، يعلم بها من الاول، يعني من الاول يعلم بها باش حتى الخدمه تكون مزيانه. كاينين شي حوايج غادي يسمح فيهم لونتربريز، يعني يدير هكا وهكا، بنادم حجرو طوب محتاج تعاون معاه باش يسكن، ولكن منين كتكمل الخدمه ويعطيك موديفيكاسيون ما فيه ما تقد مرون، والخدمه كتكون معنكشه، دونك ديك الساعات كدابز انت والمتر دوفراج. نتمنى الاخوان هاد لابارتي نال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش دعموا الاخ ديالكم الحبيب بجيم وكومونتير باش تفهموا اكثر الدومين ديال الباطيمه. وكان واحد الاخ نوصل ليا واحد الكومونتير قال لي بان تهضر لينا على الاكسبيريونس ديالك والدومين ديالك فاش خدام وفين قريتي هاد توت لي شوز. ان شاء الله غادي ندير واحد فيديو قصير نبدا من الحياه ديال حبيبه بحر في الدومين ديال الكونستركسيون. اللهم يسر الاخوان، ونتمنى تبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس لامبورت كيل بيرسون بور بيان كومبروندر لي سيكري دو دومين دو باتيمون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.